مقدورك أن تلقن النساء درسا في كل شيء. أتصور الآن على أي درجة أشعرتك بالملل يا أرضها الصغيرة؟ إنها دائما ما تفرض نفسها على الآخرين، ولكن قوتك يا سيدي التي تحتفظ بها لا تسمح لأحد أن يتبادل كلمة معك. إنها جميلة حقا لا أختلف في هذا، ولكن أتعرف يا سيدي أن بها الشيء الكبير، وهي أن شفتيها عريضتان. أما الآن نصف خدمة أرنوا كانت معي منذ لحظة وقالت نفس الشيء عنك. عادي. أتخيل الآن ما قالت لك عني؟ فإن أسلوبها عادة ما يكون أقرب على أسلوب القرويات. لا يريدن كسب المنافسة مع المخليات بأي طريقة من الطرق. ماذا قالت لك علي هذه الأفعى؟ قالت أن لديك أرجوان تصنيع وأنك تبتدين فستانا بذلك طويل لتقضي هذا العيب. أرجوان تصنيع؟ إن هذا يتخطى كافة حدود الرياضة. أرجو القصيرة أنا. وأنت يا سيدي ماذا قلت لها ردا على ذلك؟ ربما يكون رأيك رأيها. سيدي أنظر. أها، إذا ما تحدثت عن الأرجل فليس هناك أفضل من المشاهدة العينية. باعتبار أن مقاسك 40 فأنت بالمؤخرة مستطعة أكثر من المكان، ولكن هذا أمر عادل. لا توجد نساء مشاهدة أكسدها تشهيدا مثاليا دون رقيب، فواحدة ينقصها هذا وأخرى ينقصها ذاك. إذا لم يكن بالقرب من أولاس لا أثبت لك يا سيدي لأي درجة أنت مخطئ. الآنسة ابنة أرنواء أرادت أن تثبت لي ذلك ثم تأكد لها رأيي. إنك تتفزني يا سيدي. إجل لا يهم للناس. أمر قصير. إذا أنا لا يهم للناس سيدي. تعال. المؤخرة محدب قليلا. ومع ذلك يا سيدتي فمؤخرة مسطحة جدا. لا يفتح على حال ذلك. مسين شيء رائع ايضا. سيدي مسين. سيد بولد ماذا قلت يا سيدي؟ مؤخرة السيدة مسطحة جدا. أنا مسطحة؟ كيف؟ مؤخرتها مسطحة مقاسها 40 مؤخرتها مقاسها 40 مسطحة. سيد بولد الميدانديل ليس أمامك الآن إلا أن تخرج من منزلي الآن وفورا. لماذا أريد أن أعرف؟ أريد أن تعرف لماذا؟ أنا أريد أن أعرف. رئيس الشرطة بالباب. معذرة يا سادة، جاءتنا أنباء فوق العادة بالناقل، حدث إضراب في مصانع السادة أرنوا ويحاول العمال تنظيم مظاهرة. قد حددوا نقطة التجمع بالميدان الواقع أمام هذا القصر، وبهدف حماية جميع الحاضرين أرسلت القيادة وحدة شرطة. أتشرف بأن تكون تحت قيادتي، لذلك أمر بإطلاق جميع المداخل والمخارج، ولا يسمح على الإطلاق لأي سبب من الأسباب إدخال واحد حتى الوقت الذي سنستطيع فيه تطهير الشوارع من المتظاهرين. أما الضيوف فسيبقون في هذا المكان حتى إصدار أمر آخر. شكرا. ثماني سلندرز 350 ألفا. أها. ماذا يحدث هون؟ ما هذا؟ من أين أتيت يا سيد؟ من كهرباء الأقنعة؟ إنني عضو البرلمان بوري بانديل، أريد أن أقابل على الفور السيد أرنوا. لقد جئت يا سيدي في موعدك تماما، فالسيد ريبانديل في هذه اللحظة عندنا هنا. ربما أنت كائن آخر غيره. من أين حصلت يا سيدي على زي مثير كهذا؟ عضو البرلمان ريبانديل هنا؟ رائع،
أريد أن أتحدث معه في الحال. أتحدث مع نفسك بنفسك. يبدو أن شيئا ما في الرأس ليس في مكانه بالضبط. أنسيت من تكون يا سيدي؟ إنني عضو البرلمان ريفانديل، وأريد أن أتحدث مع ذلك الشخص الذي يتشبه بي. إنك لمهرج، كيف استطعت دخول إلى هنا؟ من المؤكد أنه عبر السور وقفز إلى الحديقة. إنني أطالبكما فورا بأن تخبر السيد أرنوا بوجودي. قل لنا في النهاية من تريد مقابلته بالفعل، السيد أرنوا أم عضو البرلمان ريفانديل؟ قرر من تريد، ومن الأفضل لك أن تذهب بنفسك من هنا وابحث عن رأسك الضائع وضعه أولا تحت صنبور المياه، فقد يساعدك هذا ولو قليلا على تذكر من أنت. هل ستخبران السيد أرنوا بوجودي أم لا؟ قد يكون مع السيد الدوق بطاقة. لا لنا بدونهما لن نستطيع إخبار السيد أرنوا. ليس لدي مع الأسف، لقد سرق مني كل شيء. سرق مني؟ ومن سرق؟ ليس هذا من شأنكما. إيه لا تتسبب في فضائح. الأفضل لك أن تخرج من هنا على الفور، وإلا أيها المواطنان افهماني، إنها قضية بالغة الأهمية، إنها تخص الإضراب الذي سينفجر غدا في مصانع أرنوا. لقد أنهى السيد عضو البرلمان هذه المسألة نهائيا. ستحل هذه المسألة بدون مساعدة. كيف هذا؟ هل تحدث هذا المزيف عن شيء كهذا؟ كل شيء قد حل. لقد أصدر السيد عضو البرلمان بيانا في هذا الشأن ولم ينتظر أوامر سعادتكم. أي بيان تعنيه؟ البيان الذي كان ينبغي له أن يصدر، إن عضو البرلمان رجل بحق. ولكن الأمر الغريب غير المفهوم هو أنه تسبب في فضيحة وتلقى في مقابلها صفعة على وجهه. إنني أريد الآن أن أوضح كل شيء، أتفهمني ما أقول؟ إلى أين أتذهب؟ أصبر. هيا يا خالد. صارف. هيا. صارف. هيا لنرفع. هيا. إذا لم تمانع بالطبع أن نقوم نحن بهذه المهمة، ولقد جئنا لكم كي نقدم خدماتنا. أين أقدم الخدمات؟ نحن موقتين للزمن. أي موقتين؟ موقتين لك يا سيدي في المباراة أو المواجهة التي ستتم مع السيد ليباتي. مباراة؟ مواجهة؟ مواجهة؟ نحن لا نعرف أي مواجهة بالضبط، ربما تكون مواجهة في المسدسات أو مباراة لم تكن بالشيء. الخيار لك يا سيدي باعتبارك شخص الذي كوري حكبرياء. أجل، فإذا كان كبرياء مجروحا من الدرجة الثالثة، فإن الزوج الذي أغويت زوجته والذي ارتكب بالفعل على الهجوم عليك قد تسبب عنه بدوره جرح كبرياء. أغويته؟ أنا يا شخص تتحدثان؟ إنه مصطلح تكنيكي تقني. إن هذا الأمر يتعلق بالسيد ليباتي. في القضايا التي تمس الشرف يمكن لك يا سيدي أن تعتمد علينا اعتمادا كليا، ولك أن تكون هادئا هدوءا تاما، فأنت في رأيي الأمين. نعم. ومن قال لكما أنني أرغب أن أصوب نحو السيد ليباتي أو أن أبارزه؟ نحن نتفهم موقفك يا سيدي، ولكن طلقتان تخبر في الهواء والقضية ستنتهي برمتها، وبعد ذلك ستعود الأمور إلى مجاريها بين السيدة والسيد ليباتي. أيها السادة، إن هذا الأمر لم يستفزني، فإذا كان السيد ليباتي قد نفض بلطمته هذه أن يؤلمني هذا أمر يؤسف له، ولكنه صارحكم القول أن لم أشعر بالشيء، لذلك لا أعلم لماذا تصرنا على أن أصوب نحوه. إنني أرى يا سيدي أنك لا تتعامل مع هذه المسألة بقدر من الجدية، إن السيد ليباتي لا يريد على الإطلاق أن يصوب نحوك. المسألة ببساطة، أنتما الاثنان ستصوبان في الهواء مرة ومرة أخرى وينتهي الأمر برمته. ومن قال لكما أنه بدر من أن يصوب في الهواء مرة ومرة أخرى من أن يصوب نحوه فيقتلني؟ والآن فلتسمح لنا سيدي أن نخبر السيد ليباتي موافقتك لدعوتكم لمبارزتي. بالطبع 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 أسمح لكما، فأنا ليست لدي أي رغبة أن أعود إلى المعرض، أقصد إلى بيتي، إلى بيتي بفراك متقو. شكرا سيدي. نخبره بذلك. بالطبع أسمح لكما أن تخبرها بذلك. هيا فلتذهب إلى السيد ليباتي وتخبرها بهذا الأمر. أوكي. إذن اذهب إلى السيد ليباتي. فلتسامحنا يا سيدي، نحن راغبان أن نعرض عليك خدماتنا. أسف، أين هم الخدمات؟ كمؤقتي بومتش. أنتم أيضا لقد أردتكم هذا الفكر. لقد جئنا بناء على رغبة السيد أرنوا. إنه لذلك
حقيقة الأمر إلى خلفكم البيت. لذلك يا رب الشوارع الورقة الحقيقية أن تمسح هذا الحدث الموت من الذاكرة في أسرع لا يمكن، ولا يكون الأمر أن تقوم هنا. أيضاً. لا، إن من يريد أن يبارزك هو مسيو ليفاسي. أنا لا أفهم ما تعنيه. ألم يطلب مني السيد أرنوا أن أغادر بيته؟ سأفعل ذلك وأنا ممتن لذلك. فقط فليفتحوا الباب ويسمحوا لي بالخروج. إنه لن يكون سعيداً بذلك الأمر. فاليهنة التي لاحقت بك يا سيدي في منزله لا تنفها إلا تلقات المسدسات. المسدسات أو سلاح الشيش. هذه الغرفة رائعة على سبيل المثال، المقعد أيضا. تفضل يا سيدي. تفضل يا سيدي. تفضل يا سيدي. تفضل يا سيدي. تفضل. بعد خمس دقائق سنكون هنا في الموت الشاب. أنت موت الشاب. أنا أعلم شيء. السماء ملبدة بالغيوم، يبدو أنها ستمطر. مسألة مطيرة، إلى متى سنظل متوقين هكذا؟ ومع ذلك فإنك لن تستطيع الذهاب إلى بيتك، فإن الشرطة نقلت جميع سياراتنا من أمام القصر. في ظني أن الشرطة تبالغ في نظرتها إلى هذه المشكلة. كان يمكن القضاء على كل هذا الجنون دون ضجة، وليس كما يفعلون. قد كان كل شيء يؤكد أن في مصانعكم يا سيدي سينفجر الإضراب. إذا كان الإضراب في مصانع الآن يا سيدي باسين كما تدعي، فإن هذا يثبت أن هناك من كان يتمنى أن تشتعل اشتعالا. ولكنني أؤكد لك لن تستمر طويلا. غدا سيتم هذا الإضراب والقضاء عليه تماما. غدا؟ نعم سيدي. لست متفائلا أكثر من اللازم. على أي حال، لو نجحت إدارة مصنعكم في تحقيق مطالب العمال فإن كل شيء يمكن حدوثه. ليس هذا بالمخرج الوحيد، هناك طريق آخر، وهو أن العمال بأنفسهم هم الذين سيتنازلون عن مطالبهم. سيد أرنوا، توقع حدوث معجزة مسألة في ظني تدخل في نطاق الدين والعقيدة. وقد تحدث معجزة ولا يكون لها علاقة بالأمور الدينية والعقائدية. مخابرات هاتفية المجازة. ألو. نعم. يبيان هو أيات مناشدة. من الذي وقع؟ قد قفل الخط. والآن يا سيدي، أما تزال مؤمنا بحدوث معجزة؟ كلا، أين هذا الرجل؟ كان هنا. سادة أرنوان، في وضعنا الاقتصادي الإيمان بمعجزة شيء خادع يا سيدي. المخابرات الأخرى يا سيدي. ألو. نعم. يبقى سيدي. أجل. نعم لباسين. ماذا؟ أي بيان وأي مناشدة؟ وقع ريبانديل على هذا البيان؟ ولكني كنت في الثانية والنصف أتحدث مع ريبانديل. عفوا، سأتصل بك بعد 10 دقائق. أنا ذهب هذا الرجل. أعتقد أنه ذهب من هنا. سيد بول. يا ريبانديل. ما دقيقة واحدة. السيد بول ريبانديل، يبدو أن ثمة مشكلة قد حدثت، إن العمال اتصلوا بي من المصانع الآن، يقولون بأن هناك إضراب قد حدث، ويقولون أيضا بأن هذا تم بناء على أوامر منك، وأن المضربون يطالبون بضعف ما كانوا يطالبون به أمس. هل هذا حدث؟ سيد بول ريبانديل، لقد اتصلوا بي من مصانع وقال أن هناك إضراب، وأنك قد وقعت بيان بهذا الإضراب، والعمال يطالبون بزيادة قدرها 10 فرنكات. هل حدث هذا يا سيد؟ هل حدث؟ تكلم يا سيدي، تكلم رجاء. أرجوكما يا سادة أن تضع أيديكم في مكانها الصحيح. وحذركم، الغريب أنه منذ لحظة واحدة لم تريد التحدث معي أنتم الاثنان. هذا حقيقي. هل هذا حدث يا سيد مول؟ أجب يا سيد، تكلم رجاء، تكلم. أرجوكما مرة أخرى أن تضع أيديكم في مكانها الصحيح وكف عن هذه الكوميديا.
وانظركما، اذا حاول احدكما ان يصفعني سوف اغطي وجه المعتدي صبغه والوانا بحيث لن ترى عليه شيء. اذا هذا صحيح. من الواضح ان هذا صحيح. اين النقود التي اعطيتك اياها؟ كيف ايضا كيف لي ان اعطيكما نقودا قد اعطيتها؟ لمن اعطيتها؟ اعطيتهما النقود طبقا لما اردتما لصالح الاضراب. سيد بوري بنديل، هذه سرقه، نعم ابتزاز. الم تطلب مني ان امنح هذه النقود لصالح الاضراب؟ لا تمثل علينا دور الاحمق يا سيد. كذلك طلبت مني ان امنح هذه النقود لصالح صندوق تعقل للاضراب في مصانعك. تسخر مني، تسخر مني، اين هي النقود؟ سيد بول انت مهتش. ماذا تفعل؟ انت شيطان. لقد جود في هذا المكان ان طرفين متصارعين يتحدثان معا لدرجه انهما يتبادلان الكلمات الجارحه قبل المواجهه في الموقعه المرتقبه. ودوا ان تسيطر على نفسيكما يا ساده. اعطوني مسدسكم يا ساده، ساصوب بنحوه كما اصوب بنحو الكلب. سيولي باسين، ان الصراخ والصياح والتهديد امر غير مستحب. قبل المواجهه ارجوكم خذوا اماكنكم، اريد ان اقيس المكان. يقيس؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، 25، 26، 27. سيدي مقاسك 20 هكذا. 48، 49. اشغال مكانكما. الله هكذا. لا أعرف كيف أصوب المسد. سأعلمه. ارفعه هكذا، احرق القذيفة تقتله. احرق القذيفة. وانت كذلك يا سيدي. والان تحرك. سيدي هنا. سيدي معذرة فقد اردت الذهاب الى هناك. المسدس محشور، لا تضغط على زنادي بعد. حسنا سنعود حتى تلات. عليك يا سيدي ان تضغط على زنادي مسدسك حتى تخرج القذيفة. هل أنتم مستعدان؟ سأبدأ بالعد. عند كلمة ثلاثة سيضغط السيد بودري مانديل على زناد مسدسه لتخرج القذيفة. واحد، اثنان، ثلاثة. لم أنجح، لقد عرفت ذلك منذ البداية، لكنه سينجح في المرة القادمة. عليه إذا كان سيصوب أن يصوب نحو الرأس فقط. متشيلي فاسين. عليك أن تضغط على زناد مسدسك حتى تخرج القذيفة. سأعود حتى ثلاثة. واحد، اثنان، ثلاثة. إنه مانيكان، لقد سرقاني هذا الوقت. عضو البرلمان الحقيقي هو أنا. أرجوكم أيها السادة لا تعيروا هذا الشخص انتباهكم. إنه سفير ويبدو أنه قادم من كرنفال الأقنعة. لحظة واحدة من فضلك، هذا الإنسان صادق فيما يقول. أخيرا يا عزيزي لقد جئت في الوقت المناسب، تفضل إنه مكانك. لقد دبت ذرعا بكل هذا، لا أدري لأي سبب إن أطلقت هذا الشيء في جسدي. عندما قمت بالرأس من بيرساك اعتقدت أنني عثرت على كنز. فلتذهبوا جميع رؤوسكم هذه إلى الجحيم. الآن فقط فهمت لأي شيء هذه الرؤوس ضرورية لكم. وأنا الذي كنت قد ظننت أنكم لا تهبون فرصة أن أحيا في الدنيا، ولكن يبدو لي واضحا الآن أن حياتكم على هذه الصورة لن تستمر طويلا. أجل لن تستمر طويلا، وما دمتم هنا جميعا برؤوسكم هذه فلماذا ينبغي عليك يا سيدي ان تكون انت بشكل استثنائي بلا رأس؟ خذ رأسك يا سيدي، خذها. Thank you.
أيها السادة، يمكن لكم الاستمرار في مجيئكم من أجله. سيدي عضو البرلمان، عليك أن تقف في مكانك بلا حراك. لقد صوبت بمسدسك وقذفت بقذيفتك. السادة الموقتون ثلاثة. سيدي باسيم، الآن يمكن لك أن تضغط على زناد مسدسك وتقذف بقذيفتك. وداعا.